زميلتنا حنان الزير مسوية تقرير، سافرت مع معلمات من الرياض إلى القرية اللي يدرسنا فيها في الرفيعة. خلونا نشوف التقرير يا أخوان. جثث متناثرة على قارعة الطريق لسيدات لا ذنب لهم سوى طلبهم للعلم وتعليمه في رحلة الخوف والهلع عنوانها. هذه المشاهد قادتنا إلى الاقتراب أكثر ممن يحملون أرواحهم على أيديهم. رافقنا عدد من المعلمات في رحلة الموت إنجاز التعبير التي بدأت الساعة 1:30 ليلا، حيث بدأنا في تجميع المعلمات من أكثر من منطقة. اكتمل العدد وبدأت الرحلة في هذه الحافلة الشبيهة بسيارة نقل الجثث، حيث لا كراسي ولا رؤية خارجية، وكأنها تابوت يسير على الأرض. كل يوم قبل ما أطلع لازم أستودع عيالي وأهلي وزوجي، وأحياناً تخنقني الدمعة قبل ما أطلع لما أشوف ولدي كل يوم يقوم الصباح ويلبس ويروح مدرسته. وين ماما؟ ليش كل يوم دوام؟ بنتي الصغيرة تسألني تقول ليش كل يوم دوام؟ ليش تروحين بعيد يا ماما؟ تشتتنا أسرياً، تشتتنا حتى عاطفياً من كل ناحية. أطفالنا تشتتنا، قلوبنا عن أطفالنا، إرهاقة السفر، نروح مدارسنا إحنا مرهقين ويطالبونا ننتج في الطريقة العلمية. شلون؟ أثناء توجهنا إلى إحدى المدارس بهجرة الرفيعة والتي استغرقت 6 ساعات، لاحظنا عدم وجود لوحات إرشادية ولا أجهزة أمنية على قارعة الطريق، ناهيك عن السرعة الجنونية لسائق الحافلة حيث لا قانون يردعه على هذا الطريق. فيما المعلمات يحبسون أنفاسهم والدعاوى تملأ صدورهم بأن ينجيهم الله من هذه الرحلة التي استمر فيها سائق الحافلة في سرعته وتهوره إلى أن حان وقت صلاة الفجر. توقف السائق في محطة مهجورة يستخدمها سائقو الحافلات وقاطعي الطرق حسب رواية إحدى المعلمات. استعدت بعض المعلمات لأداء الصلاة في الموقع الموجود بهذه المحطة، ولا أريد أن أقول مسجدا لأن ما رأيناه بداخله لا يمكن أن يتواجد إلا في أقدر الأماكن. وكنت قبل نزولنا قد استعجبت من اقتناء المعلمات لبخاخ عرفت بعد ذلك أنه من إعدادهن، ولكن بعد توجههن للصلاة ذهب العجب وظهر السبب. هذا السلاح اللي نحمي فيه نفسنا، ملح وفلفل أسود وخل وموية عشان اللي يتعرضون لنا في المحطات. شايفين كيف وضعنا؟ هذا هو حالنا كل يوم، إحنا في هذه المعاناة. دائما نوصل هذا المسجد على أذان الفجر أو قبل الأذان الفجر، كل يوم نوصل كذا. يعني حنا بنات معلمات نوصل في الليل محطات مهجورة ومقطوعة، ومساجد مناطق نائية مرة مقطوعة، ونوصل عشان ندخل هذه الأماكن. وطبعا بالعادة نكون يعني يكون في عامل هنا نايم، ولا لأنه ما نوصل له على الفجرية وقت متأخر في الليل. وبالعادة البنات يعني نص يحرس ونص يصلي، خوف منهم. يكون معنا البخاخ، حق البخاخ يكون نبخه مثلا على شخص يتعدى علينا أو يدخل علينا. يعني منطقة مهجورة ومحطة وكلها سكن عمال. هذا بالله حالة هذه؟ يعني إحنا نستاهل كذا؟ إحنا معلمات أجيال، إحنا نترك عيالنا عشان المسافات هذه؟ طيب في مدارس عندنا فيها احتياج، والله في مدارس فيها احتياج، ليش ترضون علينا كذا؟ إحنا بنات البلد. إحنا انقضت الصلاة واستكملنا رحلة الخوف إلى أن وصلنا إلى الهجر التي يعمل بها المعلمات، ومع إشارة الساعة إلى 8:30 صباحاً وصلنا لآخر هجرة تعمل بها إحدى المعلمات، والتي تغيب عنها معظم الخدمات، حيث أننا لم نجد مأوى نستريح به أو مطعم نأكل منه إلا على مسافة 100 كيلومتر. ولعل هذا الوضع خير دليل على عدم قدرة المعلمات على العيش بهذه الهجر. هناك البيئة ما نقدر نعيش فيها، يعني المناطق هناك مهجورة، صراف آلي ما في إلا واحد، كيف نقدر نعيش إحنا بنات هناك؟ ما معنا أحد، يعني لا سواقين ولا شيء، وكلها هجر جنب بعض يعني مجمعة.
فصعب اننا نعيش يعني، حتى اذا بنسحب فلوس هناك ما نقدر، مطاعم ما في. انا من منطقة الطائف، تعينت في الشرقية طبعا في منطقة الرفيعة، امي حرمة كبيرة عندها جلطة وتعبانة، ما اقدر اعيش في الرفيعة عشان علاجات امي، يعني امي لازم تراجع مستشفيات كثيرة ومعها جلطة. يعني استقريت اني اعيش بالرياض عشان امي مراجعاتها وتكون قريبة من احد اخواني واخواتي. انتهى اليوم الدراسي وبدأنا في رحلة العودة إلى الرياض الساعة 11 صباحاً، حيث اضطر سائقنا المتهور إلى التوقف أكثر من مرة لعبور رفقاء الطريق. وصلنا الرحلة وحدث ما لم يكن في الأسبوع. اضطررنا إلى التوقف ما يزيد عن ساعة ونصف في انتظار الفرج، بعد أن قام السائق بشحن حافلته لإصلاحها، لنبقى وحيدات في صحراء قاحلة. وبعد أن اكتوينا بحرارة الشمس تم إصلاح الحافلة واستكملنا رحلة العودة. الكل منهك والسائق مستمر في سرعته وكأنه يحمل بضاعة وليست أرواح، حيث يمنع قضاء الحوائج أثناء الرحلة. ومع حلول الساعة 5 قمنا بتوصيل آخر معلمة إلى منزلها لتحمد الله على سلامتها ولتستعد لرحلة الغد. وبنهاية الرحلة خرجنا بمجموعة من الاستفسارات: من المسؤول عن رحلة الخوف هذه؟ ومن المسؤول عن خروج بناتنا في منتصف الليل مع مقيم قد لا يحمل إقامة نظامية؟ ومن ومن ومن؟ حارت أفكاري وأنا أحاول البحث عن إجابة الاستفسارات ولكن دون جدوى، لأكمل حيرتي باستفسار آخر: هل أصبحت دماء وأرواح نسائنا رخيصة علينا لتزهق في الشوارع دون رقيب أو حسيب؟